شبكي؟ ليش ارتعبتي؟ شو عم تعمل؟ ألو، معقول هيك ما بتسأل علي؟ لك ما فكرت بموقفي قدام أهلي؟ لك مر أسبوع أنت لا حس ولا خبر. ما أنت حملتي حالك وطلعتي بدون سبب، أنا شو فيني أعمل؟ تين حاجة تضحك علي، أنت بتعرف اللي حردت، حردت لأن لا تبلشي خناق. وعلى فكرة ما أنت كنت تنقي على وضعنا اللي ما كان عم يزبط، وأنه أنت ملكة جمال عصرك وأنك مظلومة بجوازتنا، شو اللي صار؟ بس سبحان الله انت طلعتي من هون واتصل فيني تبع الوظيفة اللي مقدم عليها بالامارات. عن جد؟ ايه عن جد، طبعا عن جد. تعرفي شو يعني؟ يعني طلع مو انا اللي مسود لك عيشتك، طلع بالعكس يا مدام. كلمة واحدة بدك يعني ولا لا؟